مصالحها وتلجأ إليه في سرائها وضرائها وتطمئن بذكره وتسكن إلى قربه عز شأنه، وليس ذلك لأحد إلا لله جل وعلا. وإن فريضة صوم رمضان تبرز فيها هذه المقاصد الأبدية العظيمة، فهو السر بين العبد وربه، يصومه العبد إخلاصا لله واحتسابا ومحبة وتعظيما. وهذا ما تشير إليه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فبالتذكير بغاية الصوم وأن المراد به تحقيق التوحيد لله جل وعلا لوجهه دون من سواه. فالألوهية حق له وحده، فهو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإذلالا، محبة وخوفا، رجاء وتوكلا، سؤالا ودعاء. فهو جل جلاله الذي لا يخاف إلا منه ولا يرجى إلا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوه وأطيعوه في السراء والضراء، تنالوا الخير والعاقبة الحسنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، إن الهدف الأسمى والغاية العليا من شعائر العبادات هو تحقيق التوحيد الخالص للخالق جل وعلا، والوصول إلى الغاية الكاملة في حبه عز شأنه، والتذلل التام له جل جلاله، والاتصاف بالاستسلام والانقياد له وحده.